الفنانة القديرة رمية مهدني على هذه الوصفة. الآن نمر إلى تكريمها من طرف الجمعية، جمعية ابن باجة للموسيقى الأندلسية، وسوف تكرم من طرف شيخ البلاد الشيخ معزوز بوعجاج. فليتقدم شيخنا الكريم ليكرم الفنانة القديرة لامية مهدني. الفنانة القديرة لامية مهدني من طرف عملاق ومن طرف قامة من قامات مشتغالم ومن قامات الجزائر الشيخ معزوز بوعجاج رائد أغنية الشعبي في الجزائر. هي هكذا أردناها أن تكون احتفالية، وهي هكذا أردناها أن يكون الذكرى 14 لتأسيس الجمعية، جمعية ابن باجة للموسيقى الأندلسية. إذن يكرم شيخ البلاد شيخ معز بوعجاج دائما الفنانة القديرة لامية مهدني. تحية للشيخ معزوز بوعجاج وتحية للفنانة القديرة.